بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه سبحانك أنك أنت العليم الحكيم. بعد ما خلصنا مراجعة نهائية 2020 وعدتكم بحصة مهمة جدا كلكم طلبتوها، وهي مقدمة السيرة الذاتية. هل مقدمة السيرة الذاتية بيجي فيها أسئلة في الامتحان؟ طبعا ممكن يجي فيها نقطة اختياري، ممكن يجي فيها سؤال علل، وشفنا الكلام ده في امتحانات آخر 3 سنين. لقينا مقدمة السيرة الذاتية بتاعة الأيام اللي انتوا تقولوا عليها قصة الأيام موجودة في الامتحان. طب أنا لو أقدر، فتحنا الكتاب وحاولنا نقرأ كتير جدا في مقدمة السيرة الذاتية مش فاهمين، هتلاقي الموضوع أبسط مما تتخيل. في دقايق قليلة جدا جدا هنحفظ ونفهم كويس ايه هي كل أسئلة مقدمة السيرة الذاتية. يلا بينا، عايز كل الناس مركزة معايا. أول حاجة، أسباب اختلاف السيرة الذاتية كفن أدبي عن باقي فنون الأدب. ليه السيرة الذاتية مختلفة يا جماعة عن فن الرواية؟ ليه عن القصة القصيرة؟ لأن السيرة الذاتية لا ترتبط بالخيال ولا تعتمد على الخيال، ما فيهاش خيال كتير، وترتبط ارتباطا وثيقا بحياة مؤلفها. يعني الرواية ممكن المؤلف أو صاحب الرواية بيألف أحداث واقعية أو أحداث بتحاكي الواقع، إنما دي بقى ده بترتبط ارتباط وثيق بحياة المؤلف زي الأيام اللي احنا درسناها بالظبط. يبقى أما أقول لك فيما تختلف السيرة الذاتية عن باقي فنون الأدب، تقولي لا تعتمد على الخيال وترتبط ارتباطا وثيقا بحياة مؤلفها لأنها بتخصه، هو بيستعيد ذكرياته المنسية زي ما نشوف في تعريفها حالا. ما المقصود بالسيرة الذاتية؟ هي قصة حياة مؤلفها يرويها بنفسه نسرا معتمدا على ذاكرته في استعادة تفاصيلها المنسية. بيجيب كل التفاصيل المنسية ويحاول يتذكرها وبيعتمد على نفسه اعتماد كلي. عشان كده قصة حياة الإنسان دي بتسمى سيرة ايه يا جماعة؟ ها؟ ذاتية. السؤال اللي جاي ده مهم جدا وسؤال هيعجبك قوي وهتتأثر بيه شخصيا. علاقة أحداث وصور السيرة الذاتية بالحاضر يعني ايه؟ انها تتلون بالحاضر وتتحرك بدوافعه. انا مش فاهم الكلام الكبير ده. يعني السيرة الذاتية الماضي بيرتبط ارتباط وثيق بالحاضر. على سبيل المثال، لو انت حياتك حزينة وانت راجل كبير، الناس مركزة معايا، بفتكر الحاجات الحزينة لما كنت طفل. طب لو انت حياتك وانت كبير فيها تحدي ومنافسة وصراع، بفتكر الحاجات زمان وانا صغير اللي كان فيها تحدي ومنافسة وصراع. وكأن السيرة الذاتية وهي الماضي والذكريات المنسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاضر وتتحرك بدوافعه. انا عايز امثلة. المثال الاول، اتجاه ذاكرة المؤلف الى القاتم من طفولته، جاب كل الحاجات الحزينة في طفولته وجمعها في قصة، وذلك اذا كان حاضره قاتما. لو حاضره حزين فبيركز على الاحداث الحزينة لما كان صغير. برضو المؤلف لما بيتجه ويفكر بالذاكرة بتاعته لمشاهد التحدي ويجمعها كلها، لو كانت برضو دوافعه في الحاضر أقرب إلى التحدي. لو الناس فيها حياته وهو كبير فيها تحدي، فيها مشاكل، فيها منافسة، بيفتكر الكلام ده وهو صغير. طب يلا، إيه هي دوافع كتابة السيرة الذاتية؟ لما أجيب لك علل، يلجأ الكتاب إلى كتابة السيرة الذاتية. ليه بيحبوا يكتبوا السيرة؟ إيه دوافعهم في كده؟ الحنين إلى الطفولة. طبعا الطفولة السعيدة لا شك اللي انت ما بتفتكر الطفولة ده إحساس وحنين لازم تتكلم عليه. الرغبة في تقديم قدوة يحتذيها الشباب، يحتذي بها الشباب، يعني يسيروا على إثرها، ان انت تقدم قدوة للناس يتعلموا منها. الرغبة في مراجعة الذات والتاريخ، انت عايز تعبر عن مكنونك وتسترجع تاريخك وذكرياتك. الرغبة في تحدي الحاضر او الانتقام منه، ربما أن يكون الحاضر به تحدي فأنت تتحدى الحاضر باسترجاع ذكريات الطفولة. شوف الكلام، دوافع كتابة السيرة الذاتية الحنين إلى الطفولة والرغبة في تقديم قدوة عشان الناس تحتذي بها، والرغبة في مراجعة الذات والتاريخ، والرغبة في تحدي الحاضر أو الانتقام منه. في بعض الناس عشان تقدر تخفف الحاضر اللي جواها وتخفف المشاكل اللي بتمر بيها،
فبيسترجع على طول السيرة الذاتية بتاعته وبيسترجع على طول الذكريات. طيب صورة كتابة السيرة الذاتية بتكتب في صورة رواية متماسكة الأحداث والصور، زي الأيام بالظبط، اتعملت بعد كده فيلم، واتعملت بعد كده مسلسل، واتعملت بعد كده مسرح، وكأنها بقت قصة رواية متماسكة الأحداث والصور. يبقى السيرة الذاتية في صور كتابتها وفي صورة كتابتها تتحول إلى رواية متماسكة الأحداث والصور. ما تقتضيه كتابة السيرة الذاتية، خلي بالك بقى في صورة رواية، لو انت هتخلي السيرة الذاتية بتاعتك دي كتاب ورواية زي الأيام اللي احنا شفناها، خلي بالك عشان ده حتة خطيرة جدا فيها نقطة ما بين السطور. أول حاجة، اختيار بعض أحداث الطفولة والشباب وإهمال بعضها الآخر. أنا دلوقتي هكتب طفولتي كلها وهكتب الماضي كله في صورة رواية عشان الناس تقراها، وهطبع الرواية دي والناس هتقراها وهتنزل السوق وهتبقى رواية مشهورة وربما أن تتحول إلى عمل سينمائي. مش هينفع أتكلم على كل أيام الطفولة والشباب، لابد أن يختار البعض ويهمل البعض، لابد يميل إلى اختراع بعض الصور والأحداث. علل، يضطر الكاتب إلى اختراع بعض الصور والأحداث، مهمة جدا جدا جدا، إضافة بعض الرتوش على قصة حياته، سد فجوات الذاكرة، اطفاء قدر من التماسك الفني على الاحداث. ليه الكاتب، تعال نشرح الكلام ده، ليه الكاتب بيميل ساعات الى اختراع بعض الصور والاحداث؟ اول حاجة عاوز يحط التاتش بتاعه، بيضيف بعض الرتوش على قصة حياته. ايوه ممكن يقول حدث ما حصلش، طبعا ممكن نسى حتة معينة مش فاكرها فعايز يسد فجوات الذاكرة، تمام. ايه كمان؟ اطفاء قدر من التماسك الفني، امال هيعمل الامتاع والتشويق ازاي؟ فيبدأ يخترع بعض الصور والأحداث. يبقى شوف بيضيف بعض الكلمات. علل، يضطر الكاتب أحيانا إلى اختراع بعض الصور والأحداث. حد يقول لي ليه؟ إضافة لبعض الرتوش على قصة حياته، طبعا. سد فجوات الذاكرة، إيه كمان؟ إضفاء قدر من التماسك الفني على الأحداث عشان يبقى فيه بقى اللهفة والترقب والمتعة الفنية كرواية. علاقة السيرة الذاتية بنشأة الرواية العربية الحديثة، لقد لعبت السيرة الذاتية دورا أساسيا في ذلك فعلا، وعمد رواد الأدب العربي الحديث إلى كتابة سيرهم الذاتية في صورة روايات. تعرف أن السيرة ارتبطت ارتباط وثيق بنشأة الرواية؟ زي كتير من الكتاب ورواد الأدب كتبوا السيرة الذاتية بتاعتهم في شكل روايات، واحتلت روايات السيرة الذاتية أو السيرة الذاتية مكانا راسخا وأصبحت علامات في الأدب العربي الحديث. المفاجأة إن نلاقي كتاب زي الأيام بالرغم إن هو سيرة ذاتية بقى من أشهر روايات الأدب الحديث. أنا قلت اتعمل فيلم واتعمل مسلسل واتعمل مسرح، ومش بس باللغة العربية، ده اتعمل كمان بلغات أخرى. ده يبين لك إن السيرة الذاتية ترتبط ارتباط وثيق بالرواية طبعًا. طب أنا عايز أمثلة. أول مثال هقوله طبعًا الأيام لطه حسين عميد الأدب العربي اللي إحنا درسناه. إبراهيم الكاتب لإبراهيم عبد القادر المزني. إبراهيم عبد القادر المزني أحد رواد مدرسة الديوان، عنده كتاب سيرة ذاتية اسمه إبراهيم الكاتب، وبرضه هي رواية مشهورة. عودة الروح وعصفور من الشرق للعالمي توفيق الحكيم، وتوفيق الحكيم طبعا من رواد العصر الحديث والأدب في العصر الحديث. وظيفة السيرة الذاتية وسائل تحقيقها، خلي بالك طبعا أنا عايز أقول لك فوائد السيرة الذاتية. أول حاجة، هي بتعمل على تعليم القارئ، هي فيها فايدة تتشابه مع جميع فنون الأدب، وفيها فايدة تختلف مع جميع فنون الأدب وكل فنون الأدب. تعالى كده نشوف أول حاجة هي بتتشابه مع فنون الأدب في إيه. لما تجيب سيرة ذاتية مثلا ورواية، أو سيرة ذاتية وقصة قصيرة، أول حاجة وجه الشبه ما بينهم إمتاع القارئ والتأثير في مشاعر القارئ بالفن الجميل والصور المؤثرة والقصص المحبوكة اللي هو التشويق والإمتاع. يبقى شوف أما أجي أقول لك وظيفة السيرة الذاتية واتفاقها مع باقي فنون الأدب، هتقولي تتفق السيرة الذاتية مع باقي فنون الأدب من حيث تعليم القارئ، أو نقول إمتاع القارئ والتأثير في مشاعره. فعلا هي بتأثر في مشاعر القارئ وبتمتع القارئ عن طريق القصص وبعض الصور المؤثرة والقصة المحبوكة. طيب وظيفة السيرة الذاتية باختلافها مع فنون الأدب الأخرى، فيها حاجات مش موجودة في الرواية، مش في كل الروايات، وفيها حاجات مش موجودة في القصة القصيرة. ايه هي يا جماعة؟ تعليم القارئ بشكل مباشر عن طريق نقل خبرات الكاتب الحياتية الى القارئ. محدش يقدر ينكر ان احنا اتعلمنا كتير جدا من طه حسين في الايام،
وفي حاجات كتيرة جدا متشابهة بينك وبين أي واحد عاش وبين طه حسين وبين أي بني آدم قرأ قصة الأيام. إذن الحاجة اللي بتختلف عن باقي فنون الأدب مش شرط اللي أنت تشوف فيلم سينمائي اللي هو رواية أو تقوم بقراءة عمل روائي وتتعلم منه، إنما هي بتختلف عن فنون الأدب إن هي بتعلمك فعلا. طب كيف تعلم؟ لو جبت لك علل تقول لي عن طريق، أو أقول لك كيف، تقول لي عن طريق نقل الخبرات الحياتية للكاتب إلى القارئ. أيضا تقدم إليه جانب من الواقع والتاريخ الحقيقي المشترك بين المؤلف وقارئه. لسه قايلها، قلت لك لما تيجي تسمع قصة الأيام ولما تيجي تسمع السيرة الذاتية في الأيام، لا شك إن في فصل من الفصول ومشهد من المشاهد أنت شفت فيه نفسك. وإحنا بنشرح السيرة الذاتية بتاعت الأيام، لا شك إن كل واحد فينا لما يجي مثلا فشل قدام والده وعنفه والده، ربما أن يكون مر البعض منا بهذا. لما فقد أخته الصغرى، ربما بعض الشر يعني على أخواتنا وأهلينا، بس ربما أن يكون هذا حدث بالفعل لأحد المستمع أو لأحد القراء أو أحد المستمعين. عندما فقد أخي طالب الطب، ربما أن يكون مر أحدنا بهذه التجربة. أيوة، إذن هي فيها حاجة من وسائل وإفادتها وتعليمها وفوائدها للقارئ تختلف مع باقي فنون الأدب. يبقى اما اجي اقول لك بتتفق في ايه في مع فنون الادب، تقول لي امتاع القارئ والتاثير في مشاعره. طب بتختلف فيها يا جماعه؟ التعليم عن طريق نقل الخبرات الحياتيه للكاتب او من الكاتب الى القارئ، وعن طريق بعض العامل المشترك في الصور والوقائع، الجانب التاريخي المشترك بين المؤلف وقارئه. اسلوب طه حسين ومنزلته. طبعا اسلوب طه حسين مميز للعين والاذن، اسلوب مميز جدا، اسلوب فعلا مميز، وهو على رأس كتاب الأدب الحديث أصحاب وذوي الأساليب المميزة. لا شك طبعا إن هو كان بارعا في السيرة الذاتية، وكان بارعا في كتاب الأيام، وتأثرنا به في بعض المشاهد كتير، وتعلمنا منه كتير برضو بهذا الاسلوب المميز الراقي. أهم سمة أسلوبية لطه حسين، وده سؤال بيجي علل حتة مهمة جدا غير إن هو اسلوبه مميز، شوف الحتة اللي جاية دي. أهم سمة أسلوبية لطه حسين ووسائل تحققها أو تحقيقها، يتحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب إليه، اعتماد كتاباته على مخاطبة القارئ ومجادلته. أجيبها لك كسؤال علل؟ علل. كان طه حسين يتحدث إلى القارئ أكثر مما يكتب. ليه؟ تحس إنه بيتكلم أكثر ما بيكتب، بيحكي أكثر ما بيكتب، ده حقيقة، وذلك للتأثير على القارئ بكل الطرق الممكنة، وكأنه يستمع إلى صوته إيه؟ منصتا. هو فعلا تحس ان هو مقعدك قدامه. وعلى فكره حته يتحدث الى قارئه مما يكتب دي مش اي حد يقدر يعملها، ما تفتكرش ان الموضوع سهل، لا، ده هو بيقعد القارئ عشان يؤثر في القارئ بكل الطرق الممكنه، وكأن القارئ ينصت اليه ويجلس امامه ويسمع صوته اكثر مما يقرا له. ده حقيقه. السؤال ده مهم وجابوه قبل كده في امتحانات، خلوا بالكم منه. ابرز ما يميز لغه طه حسين ومصادرها. طبعا اول ما اقول لك ابرز، انا بتكلم عن اللغه دلوقتي، ما بتكلمش على سمات اسلوبه بقى. اول ما اقول لك اللغه تقول لي تتمتع لغته بايقاع موسيقي رنان. لغته فيها ايقاع موسيقي رنان فعلا. اذا هو اللغه بتاعته فيها ايقاع موسيقي ونغمه موسيقيه. اما اجي اقول لحضرتك سؤال ما بين السطور، والنبي الناس مركزه معايا، ايه مصادر الايقاع الموسيقي؟ جابوها في امتحانات قبل كده الحته دي برضو. مصادر الايقاع الموسيقي عند طه حسين، الجمل القصيره واللوازم المتكرره. عارف بالعاميه كده بنقول واحد ليه لازمه في الكلام، هو بيجيب جمل قصيره وبيجيب لوازم ثابته في الكلام. لما جاء في الفصل الاول يذكر الكاتب ولا يذكر، يذكر الكاتب يوما ولا يذكر تاريخه، ويرجح الكاتب كلمه يذكر ولا يذكر، ويرجح ان الوقت كان مش عارف، ذكرها كتير جدا في تحيه الايام. ده يبين لك ان الحاجات والتكرار ده بيدي نغمه موسيقيه. اذا اقول لك اهم ما يميز لغه طه حسين، تقول لي اهم ما يميز لغه طه حسين الايقاع الموسيقي الرنان. وكيف يتحقق او ما مصادر هذا الايقاع؟ تقول لي مصادر هذا الايقاع الجمل القصيره واللوازم الاسلوبيه المتكرره، زي كلمه يذكر ولا يذكر، ويذكر الكاتب ويقول لا يذكر الكاتب هذا اليوم وتاريخه، ويرجح الكاتب أن الوقت كان إما الفجر وإما العشاء. طبعا يقولك الفجر والعشاء، ويرجح ويذكر ولا يذكر، قرارها كتير جدا، ودي طبعا بتدي نغمة موسيقية، وكان هذا في افتتاحية الأيام. طيب طريقة تعبير طه حسين عن نفسه. من الآخر أجيب السؤال، علل السؤال اللي أنتوا بتقابلوه في كل الامتحانات أهو.
يتحدث طه حسين بضمير الغائب ولا يتحدث بضمير المتكلم، بيسمي نفسه صاحبنا والصبي والفتى والطفل. هو بيتكلم لدرجة أول فصلين أنت كنت قاعد تايه، هو مين اللي بيتكلم؟ أقول لك طه حسين. طب وكان الصبي عندما حفظ القرآن في التاسعة من عمر، طب هو في التاسعة من عمره أمال هو بيتكلم عن كان الصبي، هو بيتكلم عن نفسه. آه طب هو بيتكلم بضمير الغائب ليه؟ علل. كان طه حسين يتحدث بضمير الغائب ولا يتحدث بضمير المتكلم. السبب الرغبة في إضفاء الموضوعية والحيادية على قضية ذاتية، عشان قصته دي كانت ذاتية، فهو عايز يضيف ويقوم بإضفاء الموضوعية والحيادية عشان الناس ما تفتكرش ان هو بيتكلم عن نفسه، فانت تفقد الرغبة. لا، ده عايز يبقى الموضوع فيه شمولية وإحاطة وموضوعية وحيادية، فبيتكلم وكان الصبي وكان الطفل وكان الفتى وكان صاحبنا يجلس فيه او يجلس القرفصاء وهو ذاهبا الى المحطة وكان منكس الرأس. خلي بالك شو بيتكلم، فانت تقول لي صاحبنا مين؟ اقول لك الفتى، الصبي بتاعنا، الطفل اللي هو مين؟ طه حسين. عشان كده لما بدأنا نشرح في السيرة الذاتية تلاقي في الجزء الاول في الفصل الاول كل ما نقول الصبي اقول لك ده طه حسين، اقول لك والده ده عمك حسين، ده الشيخ والده، انما بتاع الكتاب ده سيدنا. لان اقول لك المشاهد او اقول لك الوظائف او اقول لك الشخصيات اللي بتقوم بالدور هم مين. طيب اعتماد طه حسين على حاسه السمع، طبعا حاسه السمع ده عنده، مش عايزين نقول ان هي حاسه اساسيه عنده، لان هو اعتمد عليها في اكثر من موضع، دي اكتر حاجه هو كانت قويه فيه، ودي الحاجه الوحيده اللي كان بيميز بها كل ما حوله. اما اجي اقول لك اعتمد الكاتب على حاسه السمع تقول لي حصل. لما سمع صوت النساء، هو طبعا رسم بالاصوات عالمه القصصي بتفاصيله في صوره مؤثره في ذهن القارئ. احنا تخيل معظم الحاجات اللي سمعناها والمتعه اللي انت شفتها عن طريق الاصوات والحاسه دي. اجي اقول لك لما سمع تقول لي طب ما تقول لي كده بعض الاشياء. لما كان بيتكلم على صوت العوده من الحقول في المساء، لما اتكلم على صوت حسن الشاعر ومن يحيطون بحزن الشاعر وتستفزهم الشهوه فيتمارون يعني يختصمون، صوت الدايكه اللي هي الدجاج في الفصل الاول لما كان بيخاف منه، صوت ازيز المراجل اللي بتغلي على النار، صوت غليان الميه، غليان البراد، حركه المتاع الخفيف اللي بينتقل وينقل من مكان الى مكان، صوت الخشب اللي بيقصم، بلاش، صوت النساء عندما عادوا من القناه بعد ملء جرارهن بالمياه، لما عرف بالصوت ده ان الفجر قد بزغ، عرف ان الفجر قد بزغ امتى او كيف؟ بصوت النساء لما كانوا بيقولوا الله يا ليل الله. ايوه، ده يبين لك ايه؟ يبين لك ان هو تقريبا رسم عالمه القصصي عن طريق حاسه السمع وليس حاسه البصر، لانك تعلم انه كان مريضا ثم تطور به الامر بشيء من الاهمال وشيء من يعني احتقار الاطباء كما كانت الام تدعي، ادى به الى النهايه انه اصبح صاحب افه. كده نعتبر ان احنا خلصنا كل الاسئله المهمه اللي انت ممكن تشوفها في الامتحان. طب هل في حاجات مهمة؟ السيرة الذاتية بتختلف عن باقي فنون الأدب لأنها لا تعتمد على الخيال وترتبط ارتباطا وثيقا بحياة مؤلف. طب الحاجات دايما اللي تيجي، الحاجات دايما اللي تيجي في الامتحان، علل. يضطر الكاتب إلى اختراع بعض الصور والأحداث عشان يضيف بعض الرتوش عشان يسد فجوات الذاكرة لو نسى حاجة، فبيألف طبعا جزء عشان يقوم بإضفاء قدر من التماسك الفني على الأحداث. طيب صور السيرة الذاتية، قلت الأم لطه حسين وإبراهيم الكاتب لإبراهيم عبد القادر المزني وعودة الروح وعصفور من الشرق لتوفيق الحكيم. طب إيه كمان؟ السيرة الذاتية بتتشابه مع فنون الأدب في الإمتاع وتختلف معهم في التعليم ونقل الخبرات. طب لو جيت قلت سؤال أهو، علل. كان طه حسين يتحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب له عشان يؤثر في القارئ بكل الطرق الممكنة وكأنه يستمع إلى صوته منصتا، فعلا كأنك قاعد قدامه بتسمعه. جميل. طب لو جيت قلت لك علل، يتحدث بضمير الغائب طه حسين، كان طه حسين يتحدث بضمير الغائب ولا يتحدث بضمير المتكلم، والسبب في ذلك اضفاء شيء من الموضوعيه واضفاء شيء من الحياديه على قضيه ذاتيه وقصه ذاتيه وهي سيرته الذاتيه. طب ايه الحاسه اللي كان بيعتمد عليها؟ طبعا حاسه السمع ده بالنسبه له هي اسلوب حياه واللي احنا عرفنا بيها كل حاجه.
اتمنى نكون وصلنا كل اسئله السيره الذاتيه والمقدمه، واظن كده عملنا كل اللي علينا في المراجعه النهائيه. اتمنى التوفيق والنجاح لكل الناس وكل طلابنا وكل ابنائنا، عشان ان شاء الله هنحصل على الدرجه النهائيه بكل بساطه وبكل سهوله وبكل تمكن. الى اللقاء في حلقات مراجعه ليله الامتحان. مع السلامه.